بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبقت بعض الروايات الدالة على أفضلية العلم، وأن من يوجب هداية الآخرين هذا له أجر عظيم عند الله. وصلنا في آخر رواية الإمام الجواد سلام الله عليه، بأنه من يأخذ بأيدي شيعتنا ممن انقطعوا عن إمامهم فيوجب تقوية حجتهم، هذا له أجر كبير عند الله ومنزلة عظيمة. قال بأكثر، يعني فضل هذا الرجل يكون أفضل بأكثر من فضل السماء على الأرض. هذه السماء أطرافها مترامية، ملايين المجرات، الكواكب، الشموس، وبالنسبة إلى الأرض الصغيرة الحقيرة لا شيء الأرض بالنسبة إلى السماء. فهكذا فضل العالم الذي يوجب هداية الآخرين. وسبق وأن قلنا وذلك لأن العلماء هم العلة المبقية للدين، يعني لولا العلماء، لولا الرواة، لانقطعت عنا روايات أهل البيت ولاندثر معالم الدين. فالرواية لولا زرارة لظننت أن آثار أبي في رواية مضمون رواية انتهت. في رواية أخرى لولا هذه الثلاثة لاندرست آثار الدين أو آثار النبوة. إذن هؤلاء الرواة، هؤلاء الفقهاء بعد الرواة في زمن الغيبة الكبرى، هم الذين حفظوا الشريعة، فهم العلة المبقية للدين. هذه العلة المبقية هي لها الأفضلية، لأن مشروع المعصومين عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام هو مشروع الهداية. هذا المشروع استمر إلى يومنا هذا ببركة الرواة، ببركة الكتب الروائية، وببركة الفقهاء الذين أوصلوا لنا معالم الدين ومسائل الشريعة. فيكون بأكثر من فضل السماء على الأرض والعرش والكرسي والحجب على السماء. هسه السماء بالنسبة إلى الأرض شيء عظيم، والأرض لا شيء بالنسبة إلى السماء، ولكن هناك مخلوقات أكبر لله عز وجل، اللي السماء لا تكون إلا كذرة في صحراء. مخلوقات أعظم جدا. أكو في رواية أن كل هذا الكون المخلوق يكون أمام بعض ملائكة الله المسبحين، يمكن في نهج البلاغة موجودة، ك ذرة على لسان هذا الملك. شلون ملك ضخم عملاق عظيم اللي هذا الكون؟ شنو المقصود بالكون؟ كل المجرات أو شيء آخر أصغر أكبر؟ ما أدري، راجعوا نهج البلاغة. أنه كذرة على لسان هذا الملك اللي هذا، ما أكثر هذه الملائكة، بما أنهم أجسام يمكن أن تكونون نورانية فتتداخل أجسامهم، يعني لا مانع في هذا الفضاء المحدود مليارات الملائكة يتواجدون، لا مانع من ذلك. هذه السماء بعظمتها، ولكنها مقابل الكرسي والعرش والحجب لا شيء. شنو الكرسي؟ مقام، البعض هكذا عبروا عن الكرسي، قالوا الكرسي مقام السلطة الإلهية.
البعض قالوا بأن الكرسي مرتبة من مراتب علم الله عز وجل، مرتبة من مراتب علم الله، نقيس هذه المرتبة، نقيس هذه المرتبة بالسماء، السماء لا شيء مقابل تلك المرتبة، واضح؟ مراتب علم، مرتبة من مراتب علم الله بالكائنات. وفي الحديث وسع كرسيه السماوات، قال وسع علمه الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، الكرسي العلم كما في هذه الرواية. زين، هذا الكرسي العظيم اللي الطريحي يذكر في مجمع البحرين، يقول الكرسي جسم بين يدي العرش، العرش أعظم والآن مبين، الكرسي جسم بين يدي العرش، يعني كأنما مقابل العرش، محيط بالسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، كل هذه مجتمعة في الكرسي، وسمي كرسيا لإحاطته. الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول لفضيل كل شيء في الكرسي، أي شيء موجود داخل الكرسي. إذا نجمع هذه الرواية مع تلك الرواية، المقصود بالكرسي علم الله، يعني كل شيء في علم الله، وهذا أمر واضح بين. شنو قياس، كيف يمكن أن يقيس الإنسان علم الله عز وجل بالسماء؟ هذا قياس أصلا باطل. فهكذا يكون أجر العالم، يعني هكذا نقيس أجر العالم الذي يوجب هداية جهال الشيعة، مساكين الشيعة، ضعفاء الشيعة، كعرش الكرسي على السماء. في الكرسي في رواية أخرى وسع السماوات والأرض والعرش وسع كل شيء ووسع الكرسي. هذا العرش بعد شنو الآن؟ اللي حتى الكرسي ضمن العرش. أكو بالنسبة إلى العرش في رواية زينب العطارة كانت من الصحابيات، تقول بالنسبة للعرش الآن: السماوات السبع والأراضون والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء وحجب النور والكرسي عند العرش كحلقة في فلات، حلقة في صحراء، كل هذه تجتمع تكون أمام العرش كحلقة في فلات. شنو هذا العرش العظيم؟ على العرش استوى، طبعا مو المقصود بالعرش كما في الروايات أنه كرسي محل الرئاسة أو محل جلوس الله والعياذ بالله كما يقوله أهل التشبيه من العامة، بأن الله إلههم، يعني طبعا بأن إلههم جالس على الكرسي أو جالس على العرش، وهو أكبر من العرش بأربعة أصابع من كل جانب، لأن هو لازم يحيط بالعرش، إذا صار أصغر من العرش يعني العرش أحاط بالله، فما يمكن، فشوية مكبر الله عز وجل طبعا إلههم، يعني إلههم ذاك الإله اللي مخلوق أذهانهم وتصوراتهم. لا، العرش معناه كما في البعض هكذا عبروا أنه مخلوق ومكان، فالمكان فالشيء يدار الكون بأمر الله تعالى عبر هذا العرش. في رواية أمير المؤمنين سلام الله عليه حول العرش: ليس العرش كهيئة السرير اللي يتصوره البعض من المنحرفين عقديا، ولكنه شيء محدود مو بلا حد. الشيء الذي هو بلا حد هو الله عز وجل، لا حد له، لا انتهاء له، أبدي سرمدي دائمي. أما العرش فهو محدود، كل شيء ما خلق الله فهو محدود لأنه مخلوق الله عز وجل. فيقول الإمام سلام الله عليه: ولكنه شيء محدود مخلوق مدبر أو مدبر. يمكن إن كان مدبر يعني تدبيره بيد الله عز وجل، إن كان مدبر يعني هذا فالشيء الله خلقه شيء عاقل جعل بيده تدبير بعض الأمور. أليست الآية تقول والمدبرات أمرا؟ هناك مدبرات في الكون،
الله جعل المدبرات الطولية، يعني في طول الإرادة الإلهية، مو أن الله عز وجل فوض إلى هذه الأمور كما زعمت اليهود، أنه فوض أمر تدبير الكون إلى مثلا إلى بعض الملائكة وبعدين هو تعب راح استراح. لأن الله عز وجل قائم على كل شيء، في آية الكرسي ولا يؤوده حفظهما. خلق السماوات والأرض شيء وحفظ السماوات والأرض شيء آخر، يعني غير الخلق. أنت يمكن أن تبني لك بيت، بس المحافظة، يمكن أن تخترع شيء جديد ولكن المحافظة على، يمكن أن تكسب أموال كثيرة، رجل تاجر يكسب أموال كثيرة بتجارات، بس المهم المحافظة على هذه الأموال. لذلك الله عز وجل في آية الكرسي لا يقول لا يؤوده، يعني لا يصعب عليه خلقهما، لا، الخلق أهون من الحفظ. هنا يقول ولا يؤوده حفظهما، يعني ما يصعب عليه حفظهما، اللي هذه هي العلة المبقية، العلة المبقية مهمة جدا. والله عز وجل قائم على كل شيء، لحظة واحدة إذا الإرادة الإلهية لم تتعلق بالاستمرار ينتهي الكون كله. لأنه كما أن الإنسان في أصل، يعني أن الممكن كل ممكن في أصل خلقته يحتاج إلى مدبر خالق موجد، في استمرار خلقته لنفس العلة يحتاج إلى مدبر خالق موجد معطي هذه الحياة آنا فآن، وإلا ينعدم ينتفي. طيب، فإذا قلنا مدبر، يعني مدبر من قبل الله، العرش شيء مدبر، إذا قلنا مدبر مثل باقي المدبرات التي هي في طول الله عز وجل، في رواية عن الإمام الصادق أيضا سلام الله عليه، كل شيء خلق الله في جوف الكرسي، أو خلقه الله في جوف الكرسي خلا عرشه، إلا العرش، كل شيء مخلوق داخل الكرسي إلا العرش، فإنه أعظم من أن يحيط به الكرسي. العرش أعظم من الكرسي، وهذا بالنسبة إلى العرش. إذن الرواية تقول، رواية الإمام الجواد سلام الله عليه، أن فضل هذا العالم بأكثر من فضل السماء على الأرض والعرش والكرسي والحجب على السماء، يعني المقصود أنه لا يقاس، يعني له فضل عظيم عظيم جدا. بس شنو الحجب؟ الحجب قد تكون حجب مانعة في لسان الروايات والأدعية، وقد تكون حجب مباركة. الحجب المانعة اللي تربة سيد الشهداء، الحجب المختلفة، ذنوب الإنسان تكون حجابا بينه وبين الله عز وجل، وهذا الدعاء عندما يصل إلى هذا الحجاب يرجع إلى الإنسان. فإذا جعل الإنسان تربة الحسين في صلاته فإن هذه التربة تخرق الحجب السابعة كما في الرواية، هذه حجب مانعة من ذنوب الإنسان، أمور أخرى. ولكن هنا بيان الفاضل، كأنما للحجب فاضل كبير أكبر من وجود هذا السماء. فشنو هذه الحجب؟ روايات مختلفة متعددة في البحار غير البحار عن الحجب وما هي. إحدى الروايات التي ذكرتها أنا في معاني الأخبار للصدوقة رضوان الله عليه يبين الحجب، يقول مع خلقة رسول الله صلى الله عليه وآله الله عز وجل خلق الحجب الاثني عشر. شنو هذه الحجب؟ حجاب القدرة، حجاب العظمة، حجاب المنة، حجاب الرحمة، حجاب السعادة، حجاب الكرامة، المنزلة، الهداية، النبوة، الرفعة، الهيبة، الشفاعة. هذه الحجب فضلها على السماء هل يقاس؟ لا يقاس قطعا. فإذن الإمام الجواد يذكر فضل هذا العالم، بس بشرط أن يستعين بعلمه لهداية الآخرين، مو يترك علمه إلى القابر، لا أن لا يكتب علمه ولا يبين علمه. زكاة العلم نشره، إذا ما يريد ينشره لا يصعد منبر، لا يكتب، لا يلتقي بالناس، زين هذا العلم يكون له شرف ذاتي هالمقدار،
أما إذا ما أخذ بأيدي الآخرين ففي يوم القيامة يحاسبه الله عز وجل 70 عاما يتأخر حسابه كما في الروايات، وفي روايات أخرى يعني في الروايات أن الجهال يحاسبون ويذهبون إن للجنة وإن للنار. هسه واحد بيوم القيامة لحظة ما يريد ينتظر في صحراء المحشر، لحظة الانتظار هناك صعب، فكيف 50,000 سنة؟ يقول الجهال يروحون 70 عام وراهم العلماء يحاسبون، حسابهم عسير مو سهل. وأكو في الرواية إن لنحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم. ليش الشيعي صاير السفيه خارج عن الضوابط الشرعية لضعف العلماء؟ فالعالم لازم يبين علمه زين. وفضلهم على العباد يعني فضل العلماء على باقي البشر كفضل القمر ليلة البدر على أخفى كوكب في السماء. هسه زين إذا بدأ بفضل العرش على السماء بعدين يجي يبين فضل القمر على الكوكب الضعيف جدا اللي يمكن بالقوة واحد بالأجهزة يمكن أن يشوف هذا الكوكب مثلا. إنما الأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يكلمون الناس على قدر عقولهم. هسه إذا فد واحد عربي أعرابي جالس بدوي ما يفهم أصلا شنو العرش شنو الكرسي شنو الحجب، ما يقدر يستوعب هالمعاني أصلا. هذه المعاني تنفع أمثاله زرارة ومحمد بن مسلم وأبان بن تغلب، هؤلاء يفهمون المعاني، ولكن هذا يقول شنو العرش أصلا شنو الكرسي شنو، فيريد حتى هذا يستوعب الكلام. وكل عربي كل بدوي كل شخص يمكن أن يستوعبه فضل القمر على أدنى الكواكب من حيث النور، يهتدي به في الليل، ينتفع الإنسان بالقمر انتفاعات كثيرة. زين، إذن مو هذا تدن من الفاضل، وإنما هذا بيان لمقدار استيعاب السامع. يعني السامع الحاضر أو السامع اللي بعدين يجي ويطالع هالرواية، يمكن هذه الرواية ذكرها الإمام الجواد سلام الله عليه لأحد خواص شيعته، ولكن هذا الخاص من الشيعة ينقل هذه الرواية فتصل إلى أيدي مختلف الأفراد، من خواص يفهمون المعاني السامية إلى عوام لا يفهمون إلا المعاني الجلية التي من الضروري أن يبينها الإمام. في رواية أخرى وعنه يعني عن الإمام العسكري سلام الله عليه قال قال علي بن محمد الهادي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام لولا من يبقى بعد غيبة الإمام المنتظر المهدي بالاسم المخصوص الذي يقام لأجله من العلماء الداعين إليه. هذا اللي يبين هنا العلة المبقية، هذا التركيز على العلة المبقية. الله عز وجل قلنا لا يؤوده حفظهما، قال يعني الحفظ جدا مهم جدا صعب. لذلك الشيعة الذين يتمسكون بدينهم في فترة الغيبة هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وآله قال هم إخواني. ليش؟ يعني اللي يكون مع الإمام المهدي المنتظر في فترة الغيبة هذا يكون بمنزلة أخي رسول الله. قالوا نحن إخوانه، قال لا أنتم أصحابي، إخوان من يأتون من بعدكم لا يرونني ولا يرون أبنائي ولكنهم يعتقدون ويلتزمون بالدين، ما ينحرف ما يفعل معصية ما يترك واجب يضبط نفسه، وإن انحرف العالم كله خلي العالم كله ينحرف خلي ينحرف أنا أحفظ نفسي، مو حشر مع الناس عيد، لا حشر مع الناس ذل في كثير من الأحيان، خزي خسارة مصيبة، مو دائما الحش مع الناس عيد، ما دام الكل هكذا فأنا هم أكون مثلهم، لا. المفروض الإنسان يوضع في قبره وحده مو مع الآخرين. فهو لازم يجيب، يتمكن أن يجيب يتوكل على الله يفعل ما يشاء، ما يتمكن أن يجيب خلي هو هنا يحتاط. قال لولا من يبقى بعد غيبة الإمام من العلماء الداعين إليه يدعون إلى الإمام والدالين عليه. هنا ملاحظة الداعين إليه
تأكيد العلماء الذين يدعون، شنو عندنا عالم منحرف؟ علماء منحرفون في التاريخ دائما كانوا. بلعم الباعور هذا كان رجل كبير عظيم في قومه، عابد عالم، انحرف، كان عند الاسم الأعظم انحرف. ابن أبي العزاقر الشلمغاني في فترة الغيبة الكبرى انحرف، وكانت كتبه في بيوت الشيعة، بيوت الشيعة من كتبه ملاء، يعني عنده كتب رسائل عملية فتاوى الشيعة يعملون به، كان وكيل الإمام العسكري سلام الله عليه، يمكن كان أيضا وكيل الإمام الهادي أيضا، كان رجل شيبة. في غيبة في الغيبة الصغرى للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، الوكيل الثالث كان حسين بن روح، شاب حدث السن، الإمام اختاره بعد ذلك. هذا كان يتصور أنه هو راح يكون الوكيل الثالث، هو هالشيء كان يتصور، فتغير وخرج عن طاعة الإمام، وصدرت الرسائل من الإمام من الناحية المقدسة تلعنه، وهو كان يأخذ ويقرأ الرسائل للناس، لأنه كثيرين كانوا يعتقدون به، مو معقول فد عالم كبير من كبار علماء الطائفة ينحرف، جر كثيرين وياه، فكان هو يقرأ توقيع الإمام الحجة بلعنه ويفسر اللعن على معاني أخرى، وعالم كان خبير كان باللغة يلعب بكلمات الإمام ويبكي ويقبل الرسالة والناس يغتروا به الآلاف. علي بن أبي حمزة البطائني لعنة الله عليه، هذا كان وكيل الإمام الكاظم سلام الله عليه لفترة يمكن أكثر من 10 سنوات، أكثر من 14 سنة، اجتمعت عنده أموال الإمام الكاظم، الإمام الكاظم بالسجن، الأموال اجتمعت عند من؟ عند علي بن أبي حمزة البطائني. استشهد الإمام الكاظم، الإمامة وصلت إلى الإمام الرضا، الإمام الرضا دز أرسل إليه وفدا شخصا أنه هاي الأموال اللي اجتمعت عندك أعطيني إياها أرجعها، هاي أمانة يمك. زين هو كان كبير في يمكن 80 سنة عمره، كان يخسر هاي الأموال المليارات اللي جمعها من الخمس والحقوق، طبعا أنا أقول مليارات، أموال كثيرة كانت أم لا، هو اجتمع مع ذاك زياد القندي ومع ثالث وأسسوا مذهب الوقف، أن الإمام الكاظم سلام الله عليه لم يموت وهو حي يرزق وغاب، يعني شنو يعني الإمام الرضا هذا ليس بإمام حقيقة، حتى شنو يحافظ على المال، وهذا سبب شق في صف الشيعة، الشيعة كانوا يعتقدون به، معقول هذا دا يكذب هذا العالم الكبير؟ لذلك دائما أكو تركيز على العلماء، العلماء الذين يدعون إلى الإمام، الذين يسيرون على خطى الإمام سلام الله عليه، مو أي عالم. لذلك نجد في التوقيع الشريف أنه أما من كان من العلماء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه في العوام أن يقلدوه. لاحظ الرواية في البحار، الشيخ الأنصاري في الرسائل الذاكرة في الفرائد، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة أو علماء الشيعة، لا كلهم، يعني يمكن واحد يدعي أنه فقيه، يمكن بالفعل لم يكون فقيه، يعني عنده ملكة الاجتهاد والاستنباط، بس هذا ما يأثر صرف الفقاهة إذا لم يتبع. كنت أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه. شنو خصوصية الفصيل؟ الفصيل يمشي خلف الناقة، يجعل رجله محل رجل الناقة، لا ينحرف أبدا، مستقيما يمشي خلفه هذا الفصيل. الإمام أمير المؤمنين يقول هكذا أنا كنت ورسول الله صلى الله عليه وآله أتبعه اتباع الفصيل مثل الفصيل. زين لذلك هنا يقول من العلماء الداعين إليه، العلماء الذين يدعون إلى الإمام، والدالين عليه يدلون يرشدوك إلى الإمام، مو يرشدوك إلى مصالحهم والعياذ بالله، والذابين عن دينه بحجج الله يذبون يدافعون عن دين الله عز وجل بحجج الله. بحجج الله يعني بالأئمة الأطهار أم لا؟ بالحجج التي ذكرها الأئمة الأطهار.
والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته. إبليس خده يشتغل ليل نهار، هذول يجون يخرجوهم من شباك إبليس. ومن فخاخ النواصب، إبليس يعمل داخليا على العقيدة، النواصب بالشبهات الخارجية، فهناك تكامل في الأدوار بين إبليس والناصبي. لما بقي أحد، يقول لولا هؤلاء، أهم اهتمام الروايات بالعلماء لهذه الجهة للعلة المبقية، لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله لولا هؤلاء العلماء. بعد الكل كانوا يرتدون، ما يبقى واحد، ولكنهم الذين يمسكون، هؤلاء العلماء يمسكون ماذا؟ أزمة قلوب ضعفاء شيعتنا، يعني مجامع قلوبهم، فؤاد الأفئدة الموجودة عند الشيعة، القلوب هو المقصود، هذا القلب الصنوبري، يعني فهمهم، يمسكون فهم الشيعة، ضعفاء الشيعة، ويجرونهم إلى الجنة، كما يمسك صاحب السفينة، كما يمسك صاحب السفينة سكانها، مثل ما السكان مركز قيادة السفينة، قلوب القلب أيضا مركز قيادة الإنسان، فهؤلاء يأخذون قلوب الشيعة من الضعفاء والمستضعفين، كما أن الربان يمسك سكان السفينة، أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل. طبعا في بعض الروايات أنه يسأل زرارة، أو الزرارة هو الراوي والرواية معتبرة السند، الرواية تسأل، يقول أنه الآية نزلت في قوم في جماعة، مثلا بعض الآيات تتكلم عن فرعون، تتكلم عن شداد، تتكلم عن نمرود، تتكلم عن بني إسرائيل، تتكلم عن علماء السوء السابقين، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، تتكلم عن من هو كالحمار يحمل أسفارا. فيسأل الراوي، يقول أنه هؤلاء ماتوا وانتهوا، فهذه الآية شنو؟ بس نتبرك بقراءتها. الإمام سلام الله عليه في رواية صحيحة ينقلها زرارة، روايات متعددة يمكن تكون مستفيضة أو متواترة، يقول الآية عندما تنزل على قوم لو مات القوم ماتت الآية، يعني كأنما فترته الاستفادة من هذه الآية انتهت، احنا خم ما نقرأ القرآن فقط للتاريخ، وإنما القرآن الإمام يقول في هذه الرواية يجري مجرى الشمس والقمر، يعني دائما هو حي، الشمس تأتي بعد ذلك القمر يأتي وهكذا، هذا الدوران المستمر، الشمس والقمر بحسبان في حساب دقيق ومستمر. فإذن بل لكل آية مصداق في كل زمان، أنت تجد آية بالنسبة إلى فرعون في زماننا يوجد فرعون، بالنسبة إلى قضية بني إسرائيل في هذا الزمان إلى مصداق لهذه الآية مصادق، مصداق أو مصادق، حتى يبقى القرآن حي، كتاب عبرة مو صرف كتاب تاريخ. زين، هذه الرواية نجعلها ليوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.